يعطيك العافية. هلا فيني احكي عالشام؟ فضلي. اهلا معادي. معادي خيك بده اياكي. خيي؟ ايه. امي هلا نرمين. بص ايدك يا امي لا تسكري بوشي. هلا ماني عرفانة شو اسوي. امبارح نمت بالشارع يا امي. زعلان وراي من محل لمحل. بوس جرياتك شو سوي؟ بالله ما كنت عرفانه هيك رح يصير. قلي لي شو سوي؟ وينك انت؟ انا باللاصقي بروح عبيت خالتي. يا امي بوس ايدك. قتليني اذبحيني بس لما تخليني نام بالشارع. الله يخليكي. شعي على البيت بجي عالضيعة. تعي وبيه بالله بيذبحني. بيك تعي تعي بسرعة. يا ابو خليل والله نحن خطينا بس امر الله. يا خيي نحن اولاد ضيعه وحدي. بقى الله يخليك لا تزيد علي. انت خيي وراح تضل خيي. ابو عامر مات. مات يا معادي. طب شو بسوي؟ موت حالي. والله راسي بالطين. انخرب بيتنا ما حد سمى علينا. والله ذنبنا كبير. قل لي شو بسوي؟ بوس اجريك. تقل لي فوتي فوتي يا خيتي فوتي. والله اللي صار بجني وهلا خافين نسوي شيء وهنتي بالله مالك ذنب. فوتي خيتي فوتي فوتي فوتي. سمعتي حكم العدالة يا إبراهيم؟ والله حلقة بتوجع القلب. قال في واحد من كثر محقيرة تهرب من بيت أهلها عالشام وبيموت أبوها من هالعملة. الله لو وفق بنات هالجيل بلا تربايته. مرحبا. اهلا. الست معادل موجوده؟ موجوده. مين حضرتك؟ نحن ضيفه من الشام. اهلا وسهلا. تفضلوا. شكرا. هلا تفضلوا. أهلا عيني. كيفك يا أم عادل؟ أنا وضاح جواد حمام. جاي نشرب عندك فنجان قهوة إذا بتستقبلوا ضيوف. خير شوفي. ولا هيك على الواقف. أنتوا أهل الكرم والضيافة. ما تأخذونا. تفضلوا. شكرا. شكرا. ما بينت نيرمين؟ يا ست معادل نيرمين لما نزلت على الشام نحن اللي كنا معها. نحن رفقاته العامر بالشام وجايين لهون لحتى نحلف لك بأن هاي البنت ما ارتكبت أي غلط. غلطتها الوحيدة
انه ما خبرتكم بسفرها. والله العظيم يا خالي، يعني هي صحيح غلطت انه نزلت على الشام، بس لمسامح كريم وانت قلبك كبير. يا معدل انا مثل اخوك وجا عندك هلا لحتى نحل هاي المشكله ونتساعد فيها. هلا البنت بتكون مرعوبه وخايفه، والانتظار ما راح يحل شيء، بالعكس راح يعقد الموضوع. نحن هلا راح نطلع من هون نروح لعندهم عامر وراح نحكي معها، بلكي الله هيك بيساعدنا ونقدر نصفي النفوس. خالتي كأنه ما بدك تردي علينا. نحن مستأذن ست معادل، احنا مقدرين صعوبة الموقف. الله يكون معك، خاطرك. يعطيك العافية. ونمت امبارح عند رفيقتي. مين رفيقتك؟ نهاد. وين ساكني؟ اللاصقي. شوفي هالمرة إذا بتطلعي كذابي بتعبحك بدياتي، فهماني؟ لا يا أمي نمت عنده. ولك لبقى تحفي فيه لبقى
رفيقتك ويسيكني باللاصقي. سيكني أبعرف وين، بس بعرف روح لعندها. أطبخ جزيلة تيبي، بدي أنزل على اللاصقي أنا وهالكذابي. شوفي باللاصقي يا أمي. بدي روح شوف إذا هالكذابي نامت عند الجماعة المتقول عني. حاضر. ولك يلعن أبو هالعيشي، ولك يلعن أبو هالعيشي، ولك يلعن أبو هالعيشي، يلعن أبو هالعيشي كل أختين وضرب، ولك يلعن أبو هالعيشي، ولك أنتو أهل أنتو، ولك أنتو أهل، بالله بتخلوا الواحد يفكر ينتحر، إيه بالله. ولك انتحري، يلا انتحري، لك بينضف البيت منك، ولا قلك ما راح أنطرك إذا انتحري، أنا بدي أقتلك بدياتي. وينك؟ وينك إذا بتطلعي كذابي هالمرة؟ وينك مني؟ ولك إيه؟ ولك إيه ما أكذب؟ أنا ما أنا مش عند رفيقتي، ما أنا مش عندها. ظننتي وليك؟ نمت عند بو شاهين. عند بو شاهين؟ إيه. ما كنت بعرف حدا. وين بدي نام؟ بالشارع. صوت الله.